للحديث عن الفساد المتفشي في العراق والأسباب التي تقف وراء فشل عملية مكافحته، ينضم إلينا من عمان عبد القادر النايل، الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك سيد عبد القادر. بداية، رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي يؤكد مضي الحكومة في خطوات محاربة الفساد، كيف ينظر العراقيون إلى هذه التصريحات بعد نحو أقل من عام على استلامه مهامه؟ أهلا وسهلا بكم ومشاهديكم الكرام. من المعلوم تماما أن الفساد هو أصل العملية السياسية في العراق، وأن تصريحات مصطفى الكاظمي الأخيرة تنم على أنه جزء وشريك أساسي في عملية دعم منظومة الفساد، وبالتالي كل مجلس الوزراء هو خادم للفاسدين يحاول التستر عليهم. وهذا التبرير يؤكد تماما أنه ليس كما يدعي غير قادر على الفساد، إنما هو شريك أساسي في دعم الفاسدين والمفسدين، وبالتالي هو أيضا يمارس هذا النوع من عملية الاستحواذ وسرقة المال العراقي، وكذلك سرقة مقدرات العراق سياديا وسياسيا واقتصاديا. سيد عبد القادر الكاظمي أيضا أقر بوجود ضغوطات كبيرة، قال إنها تعيق ملف مكافحة الفساد. إذا كان رئيس الوزراء عاجزا عن محاسبة الفاسدين، من الذي يستطيع ذلك بحسب اعتقادكم؟ يعني من المؤكد تماما هذا الكلام، يعني واضح تماما على أنهم لن يريدون أن يحاسبوا الفاسدين. بالتالي إذا كانت أعلى سلطة موجودة في العراق تمتاز بقرارات وبقوانين وبكذلك سلطة وبصلاحيات واسعة، لا تحرك اعتقال الفاسدين ولا القضاء يحرك هذا الاعتقال، يؤكد على أنه هذه العملية السياسية وكذلك مجلس الوزراء لا قيمة له سياسيا. وهذا يدفع العراقيين أيضا بمقاطعة الانتخابات، لأنهم إذا يريدون أن ينتخبون أعلى سلطة بالتأكيد ستكون أيضا غير قادرة على محاربة الفاسدين والفساد، لأن كل رؤساء الوزراء كان هكذا تصريحهم ولم يحاسبوا أي فاسد في طوال الحكومات المتشكلة الماضية. فإذا ما الفائدة من وجود رئيس وزراء غير قادر على تشكيل صلاحياته وتنفيذها؟ بحسب قراءتكم سيد عبد القادر، يعني لماذا تترك الدولة في العراق بهذا الشكل، أو لماذا تترك للأحزاب في ظل وجود كل هذه الهيئات الرقابية؟ لا يفترض أن تكون مستقلة؟ لأنه أصل الأحزاب وتشكيل العملية السياسية وانبثاق الحكومة من رحم هذه الأحزاب الفاسدة هو دعما دوليا تلقته عبر احتلال العراق، وبالتالي منظومة المحتل الدولية التي والإقليمية لا زالت تدعم هؤلاء، لأنهم أصل مشروع تدمير العراق. وبالتالي الشعب العراقي لم يمتلك إلى الآن خيارا في إنتاج نظام سياسي هو يختاره أو هو أسسه. على هذا الأساس فإن هؤلاء حقيقة يتركون، لأن اللاعب الدولي واللاعب الإقليمي يريد تدمير العراق ووصوله إلى مرحلة انهيار على جميع المستويات، لأن الاقتصاد هو العمود الفقري في رفع كل المستويات الأخرى، صحيا أو تعليميا أو اجتماعيا أو اقتصاديا. على هذا الأساس فإن مشروع تدمير العراق المستمر لهذه الدولتين من أجل إضعاف العراق ومن عدم نهوض الشعب العراقي يمتاز بدعم هؤلاء في السلطة. نعم سيد عبد القادر، هناك معلومات تفيد بأن القضاء في العراق أصدر حكما بالحبس مدة سنتين بحق وزير البلديات والأشغال في حكومة نور المالك السابق رياض عبد الحمزة الغريب، والمدير العام السابق في الوزارة هاشم عبد الزهرة عزيز. السؤال هنا، ما قيمة مثل هذه الأحكام، ولماذا لا تستهدف شخصيات أكبر معروفة بفسادها؟ هذا يؤكد تماما على أن القضاء أيضا خاضع للسلطة، وأن القضاء أبعد تماما عن مهامه الحقيقية في عملية محاسبة الفاسدين وفق القانون. وبالتالي الذهاب إلى هكذا أسماء صغيرة من الفساد يؤكد على أنهم يريدون تغطية على الفاسدين الحقيقيين الذي اختفلت في زمنهم مليارات الدولارات، لا سيما أنه إلى الآن أي حكومة تشكلت لم تمضي بالحسابات الختامية. وبالتالي عملية تسييس القضاء لصالح الأحزاب من خلال هذه الأحكام بات واضحا، ولا سيما أن قوانين العفو كلها تصدر لصالح هؤلاء، وبالتالي هذا الحكم من السنتين سيشمل بقانون العفو الذي يشرعه الأحزاب وفق البرلمان، وسيخرجون بعد عدة أشهر متنعمين بالأموال التي سرقوها من الشعب العراقي. في سؤالي الجديد، هذا الفساد المستشري كيف أثر على طبقات المجتمع العراقي، خصوصا إذا وضعنا بعين الاعتبار الأزمة الاقتصادية الجارية حاليا في العراق؟
قبل الأزمة الاقتصادية وبعد الأزمة الاقتصادية. نتكلم عن 17 عاما من الفساد المستشري والذي نخر الدولة العراقية، بالتالي أضحى أن الشعب العراقي أصبح يمتاز بالفقر والجوع، وسنوات عديدة خط الفقر العراقي يصل إلى 50% من الشعب العراقي تحت خط الفقر والخطوط الحمراء، وقد رأينا أثر كيف أن الشرائح كبيرة من الشعب العراقي في النجف وغيرها تعتاج على حقيقة القمامة والمزابل. هذا حقيقة يؤكد على الواقع المأساوي لحياة الناس من خلال هكذا الفساد، لأنهم بصريح العبارة سرقوا لقمة اليتيم، وبالتالي سرقوا دواء المريض. واليوم الشعب العراقي يعاني من انهيارات كبيرة على المستوى الصحي وعلى المستوى الاقتصادي وعلى مستوى التعليم، كلها حقيقة بسبب الفساد الذي استشرى والذي بسببه تردى الواقع العراقي بشكل كبير. إليك الآن سؤالي الأخير سيد عبد القادر، يعني كيف تتصور مستقبل العراق في ظل هذا الفساد الجاري وفشل عمليات الإصلاح المطروحة من قبل الحكومات المتعاقبة؟ يعني الواقع مأساوي والمستقبل مظلم في ظل بقاء هكذا عملية سياسية وهكذا أحزاب. يعني يسيرون نحو بالعراق نحو الهاوية، والشعب العراقي هو القادر وهو الوحيد الذي يريد أن يوقف هكذا انحدار كبير للعراق من خلال التصدي لهؤلاء الذي ينبغي أن يتصدى لهم الجميع من أجل إزالتهم، وإزالتهم لا تنم عبر عمليتهم السياسية وانتخابهم، إنما بتغيير نظام شامل في العراق يبنيه العراقيون. لذلك هم يريدون بالعراق مزيدا من التدمير، وهذا طبعا مشروع الاحتلال منذ ولادته أو منذ احتلال العراق، أن هناك 20 عاما من التدمير، بالتالي لا يمكن إيقاف عجلة تدمير العراق وانهيار الاقتصاد والذهاب لمستقبل مجهول إلا بإزالة هذه الطبقة السياسية بالكامل. وهذا حقيقة ما يؤسف، أن ربما هناك وقتا يحتاجه الشعب العراقي لإزالة هؤلاء، وهذا ما سيجعل الشعب العراقي يعيش مزيدا من الآلام، مزيدا من الجوع، مزيدا من الانهيارات الاقتصادية التي تمس حياته بشكل واضح، سواء على مستوى صحته أو على مستوى لقمة العيش. الكاتب والمحلل السياسي عبد القادر النايل، كنت معنا عبر الهاتف من عمان، شكرا جزيلا لك.